ده دفعه قويه جدا جدا صحيح. جدا، لانه طبعا من اساطير الكوره افريقيا كلها وعارف يعني ايه معنى البطوله دي، وشفناه دايما معاهم في البطولات الاخيره برغم من الصعوبات اللي هو بيعاني منها في بعض الاحيان يعني. دي اكيد، وهم اللعيبه تحس تتعودوا وجود كابتن خطيب معاهم صحيح. يعني لو كابتن خطيب مش معاهم تحس ان هم في حاجه في البعثه قلقانين. ده اللي يقلق بقى، انت فاهمني؟ ايوه. لكن هو وجود كابتن خطيب اكيد بيدي طمانينه كبيره جدا للعيبه صحيح. وحتى من غير ما اتكلم، وانا عارف ان هو ما بيتكلمش في الكوره خالص، ودي اتكلمنا فيها، كان حتى كنا بنتكلم انا وبلال وكده، كان اسامه وعاد مش معانا، ان اي رئيس نادي بيجي لعيب كوره ومش لعيب كوره عمره بيتكلم في حته فنيه خالص. مظبوط. هو ملوش دعوه بالموضوع ده، هو عارف شغله ايه فبيشتغل فيه، عشان كده هو ده النادي الاهلي. دايما بيقول النادي الاهلي كل واحد عارف بيشتغل الحته بتاعته ايه. صحيح. في الاخر بتلاقي المنظومه زي ما حضرتك شايف كده، منظومه الحمد لله في منتهى الاحترام، منظومه عالميه بمعنى صح. الناس كلها طبعا نفسها توصل لنص النادي الاهلي، لكن الموضوع مش سهل قوي. بس كابتن خطيب بيبقى قلقان ولا شعوره واحساسه ايه؟ لا الكابتن قلقان. قلقان في هو اصلا هو لعيب كان بيبقى قلقان، بس كابتن خد بالك يعني لما يبقى رئيس النادي كان لعيب كوره كبير قوي ومر بالظروف دي بيبقى حته القلق جواه اكيد. طبعا ده وضع طبيعي. ما انا بقول لك يا بلال لما يكون رئيس النادي يعني لا ما انا بقول لك مهندس ولا مثلا دكتور ولا اي حاجه. انا بقول لك الكابتن من اللقطات دي لا في شويه قلق جواه. اه طبعا. اصل النهارده انت ان شاء الله العشر خد بالك على المكسب يا كابتن. ايوه ما طبعا مش الخوف بس ما هو في قلق هنا يا بلال، في قلق ايجابي وفي قلق سلبي. صح. زي ما احنا بنقول استحواذ ايجابي وسلبي. ده قلق ايجابي مش قلق سلبي، ان خايف الفريق تخسر واحنا رايحين خايفين. لا لا ده انت النادي الاهلي. مظبوط. ده انت رايح مطمئن، لكن هو قلقان عايز العشر. عارف انت هتبقى عايز حاجه، عايز العشره. وطبعا الطمانينه يعني اللحظات دي على فكره مش مجرد سلام يا ايمن، مش مجرد لا 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 لا, لا, لا خالص. السلام ده دعم طبعا، دعم من ناحيه كابتن خطيب ومن الناحيه الثانيه من اللعيبه، ان هو يعني ان شاء الله احنا قد ودود النهارده وان شاء الله يفوزوا النهارده بالعشره يا رب. يا رب. انت عارف يا كابتن برضو يعني عارف لما تبقى انت مقدم كل الحاجات يعني زيك زي المدير يعني بتكلم مع رئيس النادي طبعا يعني. لما تكون مقدم كل الحاجات، جايب لعيبه على اعلى مستوى، موفر كل الامكانيات للنادي، موفر كل حاجه للمدير الفني، الاجواء بالنسبه لك رائعه جدا، في سبورت اعلامي كبير انت عامله صح. انت في ظهر المدرب وفي ظهر اللعيبه، فبتبقى انت مش خايف من حاجه، بس نفسك وامنياتك انك تحقق يعني تتوج بالحاجات اللي انت عملتها. مزبوط. كل المجهود اللي انت عملته تبقى تتمنى ان انت تتوج بيه. مزبوط. خاصه الاهلي عمل كل حاجه، الاهلي وفي المباراه دي يعني الاهلي هو الافضل في كل شيء، الاهلي هو بطل افريقيا، النهائي الموسم اللي قبل الماضي، بتلعب النهائي المره دي، بتلعب انت المفترض ان انت خلي بالك في اخر خمس نسخ يا كابتن بلال احنا وصلنا بالنهارده اربع مرات غلبت اثنين. أيوه. وكسبت واحده، والنهارده ان شاء الله نكسب الثانيه باذن الله تعالى. والموسم الماضي اللي قبل الماضي طلعت من دور الثمانيه تقريبا يعني. فانت بتعمل كل حاجه وتهيئ كل الظروف عشان تكسب البطوله صح. فبتبقى انت قلقك ان انت عايز انك ربنا يكرمك بعد المجهود ده كله انك تتوج بالبطوله، خاصه ان احنا المفترض فنيا واداريا وتاريخيا انت افضل من كازر تشيفز. طبعا المباراه النهائيه يعني لا تعترف بالكلام ده خالص، خاصه النهارده المباراه 90 دقيقه مش 120 دقيقه يعني. النهارده يعني لو لا قدر الله في حاجه هتلعب ان شاء الله ان شاء الله الترجيح، وان شاء الله ما نوصلش ركلات الترجيح والاهلي يحسمها باذن الله تعالى يا رب. بإذن زيك بالظبط، بقول لك زي كابتن علاء، ده موضوع ثاني وما بلاش خالص، ده في حته ثانيه خالص. لا اكيد بيقلق اما كان في الجهاز الفني اكيد بيقلق.